فرسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب. بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام. بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام. بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدو ومشاهدات قناة الميد الفضائية في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني الرمضاني فبهداهم اقتده. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نرحب ابتداء بأخينا الشيخ عمران بخش في هذه الحلقة، ونرحب بكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. سنتدارس بإذن الله في هذه الحلقة بداية قصة موسى عليه السلام. قصة موسى عليه السلام من أكثر القصص تكررا وذكرا في القرآن الكريم، بل إنها أكثر قصة ذكرت في القرآن، وموسى عليه السلام هو أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم، وقصته طويلة جدا وذكرت في مواضع متعددة في القرآن الكريم، وذلك لأسباب لعلها تتضح إن شاء الله من خلال استعراض هذه القصة. ونبي الله موسى عليه السلام كما لا يخفى هو من أولي العزم من الرسل، ومن أصحاب الرسالات الكبيرة، وهو من أكثر الأنبياء أتباعا كما دلت على ذلك الأحاديث. وقد مر في حياته بمراحل متعددة، وهو النبي الوحيد الذي فصلت قصته تفصيلا موسعا، حتى إنه ذكر من أول حياته وبداية نشأته إلى أن أرسله الله عز وجل إلى الطاغية فرعون وقومه، ثم ما حصل بعد ذلك من حوارات ونقاشات ودعوات استمرت كثيرا، سواء مع فرعون وقومه أو مع بني إسرائيل الذين هم قوم موسى عليه السلام. لعلنا في هذه الحلقة نبدأ من البداية. وحقيقة أيها الإخوة الكرام، بأن من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلها خير الأمم. من فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلها خير الأمم، فنحن الآخرون السابقون. ولعل من وجوه الحكمة في ذلك أن هذه الأمة المصطفاة التي اصطفاها الله عز وجل واختارها، أراد الله عز وجل أن يكون أمامها كم هائل من المواقف والتاريخ الذي يمكن أن تنتفع به وتستفيد منه. فنحن الآخرون فأمامنا تجارب كثيرة جدا لأمم سابقة، فإذا أحسننا التعامل معها والنظر في حياة هؤلاء الأنبياء، سواء الأنبياء أو الأمم السابقة، فإننا نستطيع أن نستخلص منها مواضع العبرة، وماذا ينبغي لنا أن نكون في حياتنا وفي دعوتنا وفي إصلاحنا، وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح وتحقيق العبودية لله عز وجل. وقصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه ومع بني إسرائيل تمثل نموذجا متكاملا لعملية إصلاح طويلة، تبدأ من قبل ولادة موسى عليه السلام، وخاصة عندما نستعرض ما جاء في سورة القصص، فسنجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بتوصيف الواقع قبل ولادة موسى عليه السلام، ثم ذكر قصة ولادة موسى وما حصل له في أثناء هذه المرحلة من طفولته، وهذا الذي سنركز عليه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى، وهو ما جاء في سورة القصص. فلعلنا نقرأ الآيات ابتداء بسورة القصص إلى آخر الوجه الثاني فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فتح الله عليك ما شاء الله تبارك الله. قبل هذه الآيات جاءت بداية سورة القصص، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فهي من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لأهمية هذه القصة يتلوها على نبيه صلى الله عليه وسلم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم جاءت آية تحتاج إلى تأمل، وهي خلنا نتكلم عما قبل مشروع الإصلاح الكبير. جميل. وهو توصيف الواقع. يس. توصيف واقع الإفساد الذي لا يكاد يكون له نظير في العالم. يعني أحيانا نرى صورا من الطغيان في عالمنا المعاصر، وقد بلغت من الشناعة مبلغا عظيما، وقد بلغت مبلغا عظيما من الإفساد في الأرض، ولكن يبقى أن النموذج الفرعوني يمثل القمة في الطغيان والعياذ بالله على مر التاريخ. وهذا ما سجلته الآية التي سنستمع إليها بعد فاصل قصير، ثم نعود لنتأمل هذه الآية الكريمة. وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي. حياك الله يا شيخ علي. حياك الله. هي قوله تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن هذا تسجيل لواقع كان موجودا في زمن موسى عليه السلام وقبل ولادته. وهذا يعطينا إشارة مهمة جدا، وهي أنه ينبغي من جهة أن نعلم الواقع الذي نريد أن نبدأ فيه بالإصلاح، أن نعلم هذا الواقع
نحيط بجوانب الخلل فيه ومعرفة رموز الإفساد. فالله عز وجل ينص على فرعون بحكم أنه الرأس والطاغية الذي يمثل الإفساد ويدير الإفساد في مصر. إن فرعون علا في الأرض يستضعي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. شوف هذه من سمات الطغاة، تفريق الناس وجعلهم شيعا لأجل أن يتناحروا ويتحاربوا بينهم حتى تبقى له القوة والمكانة والسيطرة. وجعل أهلها شيعا ثم يقسمهم قومه أو ملأ المصريون من قوم فرعون والإسرائيليون من بني إسرائيل، فيستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح، شوف التعبير القرآني، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يعني يذبح الأبناء تذبيح صغارا عندما يولدون يذبحون تذبيح، ويستحيي نساءهم يبقيهن أحياء للخدمة والقيام بأمور المصريين وخدمتهم في بيوتهم. إنه كان من المفسدين. وهذا ما يسمى الآن في علم العداوة والتعامل مع الأعداء الشحن النفسي، التعبئة النفسية. لابد إذا أردت أن تقوم بمواجهة عدو أن تكون عندك من يكون عندك من التصور لهذا العدو، وأيضا الشحن النفسي له أو الغضب من العدو، لأن الغضب من العدو هو الذي يجعل الإنسان يشعر بالتحدي وأنه لا بد أن يغير هذا الواقع. لكن إذا مات هذا الغضب لتبلد الناس وصاروا يرضون بالذل والهوان، سيصلون إلى مرحلة تبلد الإحساس، تبلد ولا يستحقون أن يكون لهم شأن. وهذا موجود في القرآن الكريم عندما يسجل الله عز وجل أوصاف الكافرين ويصفهم بما هم عليه من الأوصاف الذميمة، حتى يبقى ما يسمى بالتبري من الكفار والعداء للكفار الذي هو أصل من أصول الإيمان والإسلام، وهو أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، لا يبقى موجودا، لأن تبلد هذا الأمر يطفئ مشاعر القوة ويجعل المجتمع الذي لا يشعر بعداوة عدوه ولا يشعر بسيطرة عدوه ويرضى بعدوه، هذا وصل إلى مرحلة من الانهزام النفسي والضعف، بحيث أنه لا يستحق لا نصر ولا إكرام، بل يبقى ذليلا مهانا إلى ما شاء الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبدأ بهذه الآية حتى يصف لنا هذا الواقع لتتشوف النفوس الكريمة لتغييره وإصلاحه، لأن أصحاب العقول وأصحاب الهمم وأصحاب العزائم وأصحاب النخوة والشيم لا يرضون بهذا الواقع. ولذلك قال الله عز وجل بعدها ماذا؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. وهنا لفتة مهمة وهي ظاهرة في قصة موسى كلها وكذلك في سورة القصص على وجه الخصوص، هناك قضيتان، قضية القوة وقضية القيم. فالقوة المطلقة التي لا مثيل لها هي قوة الله عز وجل، والقيمة الكبرى هي قيمة الإيمان. فينبغي دائما أن نستشعر في حياتنا وفي دعوتنا هاتين القضيتين، قضية القوة المطلقة لله وأن نؤمن إيمانا يقينيا بأن الله عز وجل هو القوي الذي إذا أراد شيئا سيكون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. الأمر الثاني القيمة، ما هي القيمة الكبرى التي إذا وجدت في قوم استحق الله عز وجل أن ينصرهم؟ هي قيمة الإيمان بكل معانيه. ففي هذا الواقع وفي هذا التوصيف يأتي ذكر نبأ ولادة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام هذا هو الذي سيصلح بإذن الله أو سيكون الإصلاح على يديه، كأنه سبب، يعني ولادته سبب. نعم، من الآن هو يصف لك هذا الواقع، أكيد إرادة الله عز وجل لا ترضى بهذا ويريد الله أن يغير هذا الواقع، لكن متى سيتغير؟ سيتغير بعد مدة طويلة. الذي سيكون على يده التغيير لم يولد بعد، هو الآن سيولد وهو موسى عليه السلام. إذن في قضية الإصلاح وتغييره لا استعجال، لا استعجال، لا يمكن أن يتغير الواقع هذا البالغ في الفساد منتهى، لا يمكن أن يتغير بين يوم وليلة. هذا موسى عليه السلام الذي سيمثل راية الإصلاح لا يزال في أول حياته، بل الله عز وجل يذكر بعدها مباشرة وأوحينا إلى أم موسى. إذا لا نستعجل الإصلاح، وهذا يفيد تربية، تخطيط، إعداد، هذا يفيد أيضا تدرج، سنة إلهية كونية. فالذي يريد أن يتخطى خطوات سيفشل ولا شك، سيفشل وسيتأخر أيضا. ولذلك لابد من مراعاة أن أحيانا واقع فساد موجود
لا تجتهد أو لا تبدأ في تغييره مباشرة حتى تهيئ من يقومون بالتغيير والإصلاح، وهو إعداد الجيل، وهو الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث، عد جيلا قادرا على الإصلاح والتغيير، وبقوا مدة في مكة لا يؤمرون بالقتال ولا بتغيير مباشر، وإنما يربون على القيمة الكبرى وهو قيمة الإيمان التي ستأتي واضحة في هذه القصة من أولها إلى آخرها. يعني الأصنام التي حول الكعبة متى حطمت؟ في فتح مكة، يعني فتح مكة يعني بقوا نعم 13 عاما في مكة، ولما هاجروا إلى المدينة يعني لم إذن 21 سنة. إيه نعم. إذن المسألة بعضهم يريد كسر الطغاة وتحطيم الأصنام بين عشية وضحاها كما يفعل المستعجلون، فيكون ضرر أفعالهم أكثر من نفعها. نقف الآن مع هذه الآيات التي تمثل الانطلاق والبداية، لنعلم بأن دائما قوة البدايات هي التي تؤدي إلى قوة النهايات. طيب نبدأ كذا ببعض التغريدات في تويتر والمشاركات ثم الأخت البندري الثاقب تقول: حق الطفل في إرضاع أمي له من قوله تعالى أن أرضعي. نعم. ثامر خلفاوي يقول يعني يقول الله تعالى: اقذفيه في التابوت ثم في اليم فليلقيه اليم للعدو، أليس من أجدر أن نتبع الوحي كتابا وسنة وكلاهما حفظ للنفس دنيا وآخرة؟ كأنه يشير أنه أحيانا ظاهر الأمر ونربطها بالإصلاح. بالإصلاح، يعني إذا أردنا الإصلاح نتبع الوحي، الوحي ما نتبع الرغبات لأن فيه أوامر ظاهرها خلاف الرغبة، يعني خلاف، لكن الوحي هو 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 الأمان، هو الأمان الذي متى اتبعناه سلكنا الطريق الصحيح. هنا أيضا ثامر خلفاوي يقول مشارك جيدا، أي نعم، لولا أن ربطنا على قلبها مهما بلغت درجة الإيمان إلا أن التثبيت من عند الله سبحانه، فحري بالمؤمن أن يسأل الهدى والثبات معا. نسأل الله يثبتنا. طيب نعود نبدأ من البداية. لاحظ: وأوحينا إلى أم موسى. بالمناسبة هذه الصفحة، الصفحة الثانية في سورة القصص التي قرأتها قبل قليل، كم ذكر فيها نساء؟ أم موسى، أم موسى، امرأة فرعون، امرأة فرعون، أخت، أخت. يعني ثلاث نساء ذكرنا في صفحة واحدة في بداية قصة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام، التي تمثل أعظم قصة ذكرت في القرآن للإصلاح. وهذا يفيدنا فائدة مهمة جدا، وهي أهمية دور المرأة في الإصلاح. دور المرأة، يعني تخيل، وبعدين الذكر متتابع، يعني أم موسى، الأم، الزوجة امرأة فرعون، الأخت، أم اللي هي أم موسى، امرأة فرعون زوجة، أخت، وهذا الغالب. بقي البنت، سيأتي ذكر للبنتين في قصة في مدين، في مدين، ابنتي الرجل الصالح. لكن في البداية ذكر النساء الثلاث، الأم، والأم بكل وضوح وبكل يعني ما ينبغي لنا أن نركز عليه بكل صراحة، هي الأساس في التربية، هي الأساس في إعداد الجيل المصلح. ولذلك نص عليها هنا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وذكر يمكن ثلاثة أو أربع آيات تتعلق بأم موسى بل أكثر. كثيرا ما تخفق الدعوات وتتأخر عندما تهمل دور الأمهات ولا تركز على الأمهات ولا توليهن العناية بمشاريع توعوية تعليمية. لذلك وأوحينا إلى أم موسى، الإيحاء هو إعلام في خفاء، فلعلنا نستشف من هذا الإيحاء، طبعا هو إيحاء من الله ليس وحي نبوة وإنما وحي إلهام، كما أوحى إلى النحل وأوحى إليها هذا الأمر، لأنها ليست نبية على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لا تكون النبوة للنساء لكنه وحي إعلام. فلعلنا نستشف من هذه الكلمة وأوحينا إلى أم موسى في البداية إلى أن مشاريع الإصلاح تحتاج إعلام للأمهات، تعليم للأمهات، إصلاح للأمهات. ليش يا أخوان؟ الأم إذا صلحت وعرفت دورها، صدقني توفر على الدعاء والمصلحين والقائمين بالإصلاح أوقات وجهود كبيرة. صحيح. لأنها تتعامل مع الطفل من نشأته، والطفل في نشأته هنا تكوينه الحقيقي، لأنه تغرس القيم، تغرس المبادئ، يوجه التوجيه الصحيح من البداية. لكن إذا جاءك
الشاب وقد بلغ في من العمر مبلغا، يعني يصعب احيانا غرس القيم من جديد فيه. لكن الام لما توجه من البدايه ثق تماما بانها تختصر الطريق اختصارا كبيرا، ولذلك ينبغي ان نعتني بهذه القضيه في الاصلاح. الامهات وتوجيه الامهات يبقى في الأمهات. نعم في نقطه في الامهات يا شيخ يعني محمد، يعني بعض الباحثين في مجال علم النفس والعلاج النفسي يجدوا ان اثر الام النفسي يتشربه الطفل وهو في بطنها، يعني بعض الأحيان في علاج بعض المشاكل النفسية لبعض الناس لا توجد المشكلة في حياته أساسا، مشكلة لا توجد في حياته بل قبل، توجد في لحظة الحمل. الحمل في أثناء الحمل توجد هذه المشكلة، ولذلك سبحان الله حالة الأم النفسية أثناء الحمل لها أثر كبير على حالة الطفل بعد حياته حتى إلى 10 20 30 سنة، يتأثر بأساس الحالة النفسية. ولذلك بعض الأمهات مثلا تكون تقرأ الطالبات القرآن أثناء حملها فيجد الأثر لهذا القرآن على الطفل حتى بعد ولادته، لدرجة أنه سمعت قصة عن أم كانت تحفظ الطالبات سورة الأحزاب، كان الطفل سبحان الله بعد ولادته إذا قرأت سورة الأحزاب ينصت كأنه يعني يسمع شيء متعود عليه، تذكر سبحان الله. فهذه أيضا من خطورة الأم، لأنه هذا الجانب تقريبا تتميز فيه الأم حتى عن الأب، إنه لا شك تستطيع أن تؤثر في الطفل حتى في الأنبياء. ترى الأنبياء لما تستعرض القرآن لم يذكر أب نبي، يعني كذكر تفصيلي ذكر زكريا ويحيى نعم، لكن تفصيل وقصة أب رعاية الأب مثلا لم تأتي بكثرة وبتوسع كما ذكرت هنا في قصة موسى. وأيضا شيخ لو نجد الجانب الآخر نجد أن الهجمة الشرسة على المرأة خصوصا الأم قوية جدا، لأنهم يعرفون هؤلاء المفسدون أن المرأة إذا فسدت فسد البيت، إيه لا شك، وإذا صلحت صلح البيت. وسيأتي من خلال استعراض الآيات لعلنا نستوحي منها بعض مقومات الأم المربية المصلحة العاقلة الواعية التي تعي دورها. وأوحينا إلى أم موسى إيش؟ أن أرضعي، كما ذكر الأخ قبل قليل في مشاركته الإرضاع، أن أرضعه، لأن التهيئة بالإرضاع هذا أمر أساسي والتربية الجسدية، أن أرضعي، فإذا خفتي عليه يعني من القتل لأنه ولد في السنة التي يقتل فيها الأولاد، فخافت عليه من القتل، قال الله فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، يعني شوف فألقيه، الذي يخاف يمسك ويحوط ويرعى لكن فألقيه في اليم. إذا أحيانا الوحي خلاف ما يعني نتصور خلاف رغباتنا وأهوائنا، فألقيه في اليم اختبار، ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طبعا هذه الآية في غاية البلاغة، لذلك يقول بعض المتأملين اشتملت هذه الآية على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين كلها في آية واحدة، آية واحدة. وأوحينا إلى أم موسى، طبعا هذا خبر، أن أرضعيه أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمر آخر، ولا تخافي خبر، ولا نهي. ولا تحزني نهي. إنا رادوه إليك خبر وتضمن بشارة، وجعلوه من المرسلين، كلها في آية واحدة. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن تراعيها الأم وهي في آخر الآية، نحاول نستعجل لأجل الوقت، وجعلوه من المرسلين، ماذا يمكن أن نأخذ من هذا تربويا خاصة للأم والأب وهم يربون أبنائهم؟ استشراف المستقبل، أحسنت، النظرة المستقبلية لما ينبغي أن يكون عليه ابنهم. لما يكون الأب والأم عندهم تصور لما ينبغي أن يكون عليه الابن أو يسعون إلى شيء معين، إعداد الابن، فإنهم يسعون لتعزيز هذا الجانب، ودائما يلقنون الطفل ما يريدون أن يكون عليه في المستقبل، فينشأ الطفل وهو يريد أن يكون هكذا لأنه يسمع من أبيه وأمه نريدك أن تكون كذا، نريدك أن تكون كذا. ولذلك في الغالب أن من نشأ على أن يكون شيئا في الغالب سيكون صح. فمثلا العقلاء مثلا لما تربي أم ابنها ليكون عالما وتغرس دائما في ذهنه وتربيه يريدك أن تكون عالم، ستكون مثل فلان وتحيطه بالتذكير بهذا القضية وتعلمه وتتكلم عن سير العلماء، سيتعلق بالعلماء وسيكون بإذن الله عالما إذا أحسن توجيهه. نموذج أم الإمام أحمد بن حنبل، فلم تكن تأخذه إلى صلاة الفجر ثم ترجعه
هو هكذا قبل امرأة أبي سفيان هند، وهند كذلك كانت تأخذ معاوية معها، وكان معها معاوية ابنها أبي سفيان، وكانت عليه علامات النجابة وهو طفل صغير. وهي معه في مجمع من الناس، رأوا فتفرسوا فيه النجابة، فقالوا هذا الغلام أو هذا الفتى سيسود قومه، سيسود قومه. يعني كلمة في الغالب تفرح الأم، لكن الأم عندها نظرة أبعد، فقالت ثكلته إن لم يسود إلا قومه. يعني أنا ما أريد أن يسود قومه فقط، أنا أريد أن يسود العالم ما هو قومه فقط. وكان معاوية أمير المؤمنين في زمانه، الرجل رقم واحد في العالم. فوراء هذا العظيم امرأة وأم كانت تنظر نظرة بعيدة. إذا قوله وجاعلوه من المرسلين تذكير لأم موسى بأن هذا الطفل الذي يولد الآن سيكون من المرسلين، إذا تربيته ورعايته والعناية به ستكون لهذا الهدف. وجاعلوه من المرسلين. نأخذ بعض التغريدات. نعم. أنا شايف تغريدات اليوم صراحة أشياء جميلة جدا. أي ما شاء الله. هنا أم حسام حبيب الله تقول فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقي كل المخاوف والهموم في بحر التوكل لينزل على قلبك برد اليقين. كان نقلتها من أخ اسمه عايض المطيري. جميل. ثامر الخلفاوي يقول خوف الأم مقابل خوف فرعون من أبناء بني إسرائيل، الأم تدفعه للعدو وهو يربيه، فرعون كان يربي موسى عليه السلام، هي مشيئة الله فوق كل شيء وتصنع على غالبا. أيضا هنا سمر الأرناؤوط تقول فرعون ادعى أنه إله ولكنه ما فعل شيئا إلا بمساعدة أعوانه، يا همار بن صرحة واستعان بالسحرة على موسى فأين قوته. أيضا هنا رقية أبو حسن تقول في قصة موسى إظهار لدور المرأة المهم أما وأختا ومربية وزوجة، فكل الشخصيات المهمة حوله كانوا نساء عليه السلام. هذه أشرنا إليها قبل قليل. أيضا أم حسام حبيب الله تقول من تمام حفظ الله أن استجاب لأم موسى فأرسل ابنها لمن تخاف أن يفتك به ليحفظه لها، قد تكون النجاة بين أنياب الهلكة. رواية القرآن. الله أكبر. سبحان الله، يعني هي مظهر قوة الله وإرادة الله ظاهرة في القصة كلها. الآية التي بعدها وجعلوا من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا. طبعا العلماء هم التقطوه ليكون لهم عدو وحزنا، لكن هذه العاقبة التقطوه، طبعا ساقه اليم إلى أن جاء أمام قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هنا الدور الآخر للمرأة الأخرى، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، رأت امرأة فرعون. بالمناسبة يعني موسى عليه السلام يذكرون في حياته كل من رآه أحبه، وألقيت عليك محبة مني طبعا امرأة فرعون رأته فألقي حبه في قلبها، فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. لاحظ أن امرأة فرعون الطاغية يقتل ويسفك وزوجته تقول لا تقتلوه، وهذا يعطينا إشارة إلى أن الزوجات لهن أثر في تخفيف السوء، في إصلاح الفساد، خاصة بعض الذين قد لا يستطاع الوصول إليهم بسهولة، فقد يكون المفتاح هو الزوجة. هنا امرأة فرعون هي التي تستطيع أن تقول وتنهى لا تقتلوا. إذن الزوجة لها أثر، هذا إذا كانت مع طاغية كبير جدا، فكيف بغيره؟ ولذلك المرأة الصالحة لها أثر كبير جدا في حياة زوجها وفي حياة أسرتها. هنا دور الزوجة الصالحة لا تقتلوه، طبعا انتفعت به وصار قرة عين لها، وكان سببا لإيمانها، وجعلها الله عز وجل مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثم قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغ، هذا تعبير عجيب، تعبير للحالة النفسية التي وصلت إليها الأم. فراغ. تخيل الأم، أم طفلها رضيعها حبيبها يلقى ولا تدري أين ذهب، ألقته في اليم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، المفسرون يقولون في أقوال أقواها أصبح فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. معروف حالة الأم لما يفقد ولدها عاد تفكر في شيء آخر. افرض أم فقد ولدها فجأة أو أب، يعني ما خاصة الأم بالذات،
تفكر في طعام في شراب في شيء، أبدا لا تفكر في شيء إلا في ولدها. وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، هل هو حي هل هو ميت أين ذهب. لكن نأخذ من هذا معلم تربوي، وإن كان ليس بهذه الصورة لكن في التربية عموما العادية، أن الأم الناجحة هي الأم التي تربية أبنائها والاهتمام بهم هو الهم الأول في حياتها. لأنه الآية وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، يعني من كل شيء إلا من ذكر موسى. فالأم المربية العاقلة أهم شيء عندها أبنائها، تربيهم توجههم. لما غاب هذا المعنى عن الأمهات مع الأسف صار آخر شيء تفكر في ابنها، تفكر في حظوظها في شهواتها في ذهابها في وظيفتها في 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 ولدها، يمكن أوكلته إلى غيرها، صارت يمكن ما تراه إلا في اليوم مرة، ما تعتني فيه، نشأ جيل ضائع مع الأسف الشديد بغياب دور الأم. لكن لما تكون الأم حاضرة وكل همها في أبنائها مشروعها العظيم، وهكذا خلقت الأم مشروعها الأكبر. والمرأة عندما تجهل هذا المعنى تقع في خطأ شنيع، ليس واجبها الأول هو القيام بأن تتوظف أو أن تصرف أو أن تنفق، هذا الأمر أوكله الله إلى الرجال، والله هو الرزاق سبحانه وتعالى. فلما انشغل النساء بما جاء في العصر الحاضر بالحياة والبحث عن المال وخرجت وتركت أبنائها، هذا الواقع الآن مع الأسف الشديد، نشأت أجيال يعني التربية فيها عندها ضعيفة جدا، القيم منهارة لأن الأم غائبة، ليست مهتمة في أبنائها وجعلتهم الهم الأكبر في حياتها. وأصبح فؤاد أمي موسى فارغة إن كادت لتبدي به تخبر، لولا أن ربطنا على قلبها. هنا الحاجة إلى التثبيت كما ذكر أحد الإخوة قبل قليل، مهما كان يحتاج الشخص إلى تثبيت، وفي التربية يحتاج المربي إلى من يعينه ويأخذ بيده ويقويه. وأعظم مثبت والمثبت الأعظم هو الله عز وجل، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. جميل. نأخذ بعض التغريدات كده سريع. رويدة ظافر تقول: وقالت لأخته قصي، لا تتبرم من قلق أمك عليك وملاحقتها لأخبارك. أم موسى وعدها الله وهي مع ذلك تتقصى. هذه رسالة لنا نحن الأبناء، يعني حين واحد يقول خلاص كبرت يا أمي يعني تسري عني ليش، ولا أشغلتيني أشغلتيني، لكن هذه طبيعة الأم سبحان الله. مهما كبر سن الإبن إلا أن الأم تبقى تهتم به وتسأل عنه. هنا الأخت سمر الرناوط تقول: دور المرأة في التربية بكل مراحلها تشكل شخصية المولود، فالأم تغرس قيما والزوجة تساند والأخت تعين. جميل. أيضا مثاني القرآن تقول: وأوحينا إلى أم موسى ثم قال الله فألقيه في اليم. التربية الرشيدة ليست حرص وعناية فقط، بل أن تضع ابنك في أول خطوة في الطريق إلى الله. جميل. معنى جميل. والتربية على الشدائد أيضا. نعم. التربية من الصغر على الشدائد فألقيه في اليم. طيب فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هنا مثلا القرآن تقول: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، في زمن كثرت فيه المخاوف وأحاطت، إذا استبد بك الخوف على أبنائك استودعهم الله فالله خير حافظ. هنا سارة أيضا تقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، كم من ابتلاء مرير حمل منة عظيمة، كما هو الحال في قصة موسى وقومه. أيضا هنا رقية أبو حسن تقول: اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. جميل. فأم موسى عندها توكل كامل على الله. ماذا أرسلت؟ لأنها ألقته في اليم، لكنها قالت لأختي قصيه طلبا للسبب. جميل. طيب نعود إلى القصة. ما شاء الله مشاركات كثيرة اليوم. نعم. الآيات فيها ما شاء الله يعني مليئة، ونحن نختصر ترى، ولا فيها أشياء كثيرة جدا لكن الوقت لا يكفي. وهي نماذج لعل الإخوة يعني إذا تدبروا أكثر وتأملوا سيخرجون بفوائد وهدايات أكثر. وقالت لأخته قصي، إيش ممكن يا شيخ علي نأخذ منها كمبدأ تربوي؟ هذا أيضا في دور الأخت كما ذكرنا في البحث عن أخيها. نعم. سيأتي يمكن التنبيه عليه، لكن وقالت لأخته قصي. قصي أنا أرى أيضا فيها جانب السرية عند الأخت ستأتي وهم لا يشعرون في آخر الصورة، لكن هنا قبل جانب تربوي. أي. وقالت لأخته، هذا مبدأ تربوي مهم جدا يذكر أهل العلم. أي. بل ويقولون إن الذي لا يوجد فيه هذا المبدأ لا يستحق، ليس أهلا للتربية. يلا. وهو يسمونه الآن في الاصطلاح التربوي المتابعة التربوية. ليس التربية أن تربي وهم بين يديك، لأن بعض المربين يربي طالما هو معه، فإذا خرج قاب تركه. هنا الله عز وجل يقول أم فرعون أم موسى وقالت لأخته لأخت موسى
قصيه تتبعي اثره، تتبع الاثر هذا قصيه تتبعي اثره. طبعا القصه واضحه يعني قصي وابحثي عنه اين هو ماذا حصل له وهي واضحه. كثير من الامهات والاباء الان يربون ابنائهم ويعتنون بهم في البيوت، لكن لما يخرج المدرسه ما يفكر فيه ولا يسال عنه، لما يخرج في الشارع ما يسالون عنه. بينما العاقل الاب العاقل الام العاقله يتتبعون اثره والابتعاث الان يخرج بخارج بعضهم يلقيه في هذا الواقع المختلف تماما والمليء بالفساد ولا يكاد يسال عنه ويقول هو كبير، يعني يعرف مصلحته. حتى لو كان كبير يبقى ان دور المربي لا يمكن ان ينقطع في المتابعه، خاصه مع من تحب، ابنك وابنتك تحبهم وتحرص عليهم. ولذلك المتابعه التربويه في غايه الاهميه، ولذلك يقولون من لا يجد في نفسه قدره على المتابعه فليس اهلا للتربيه. فالتربيه ليست في ان تربي وهم بين يديك فقط، وانما تسال مع من يذهبون، في اي شيء يقضون اوقاتهم، تختار لهم البيئه المناسبه، تذهب الى المدرسه، تسال الام، تسال عن بناتها وهكذا. لان كثير ممن انحرف وخاصة في الأسر الطيبة المحافظة إنما كان انحرافه بسبب عدم تتبع أخباره عندما يخرج. وقالت لأخته قصيه تتبعي أثره أين ذهب، والقصة الآية تقول وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب عن جنب وهم لا يشعر لا يشعر. القضية التي ذكرتها في غاية الأهمية. الأخت عموما النساء عندهم الحس الدقة والانضباط في القيام بالأمور، يعني الله عز وجل يسجل موقفها فأن بصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي أنها كانت تؤدي المهمة بدقة حتى إنها بصرت به ورأته وهم لا يشعرون بها. والذين يتعاملون مع النساء في المعاملات أو في الحياة أو في بعض القضايا أو في القضايا الأعمال التي يقومون بها النساء يلاحظ أن المرأة غالبا خاصة الأخت بالذات البنت إيش يحرصون على الدقة، القيام بالعمل على أشياء خفية التي قد أنت أحيانا تمل من التفاصيل التي يحرصون عليها. حتى في البيت المدارس تجد الأبناء لهم طريق والبنات لهم طريق، والذي عنده أولاد وبنات يعرف هذا، بنات يحرصن على الإكمال وعلى القيام بكل شيء على أكمل وجه، وتخشى أشد خشية من أن يؤخذ على عملها شيء. وهذه اللفتة تساعدنا في فهم النفسيات. جميل. أن يفهم الزوج نفسية الزوجة الأنثى والعكس كذلك. وأيضا التوظيف النساء فيما يقومن به، يعني في أعمال يمكن أن تكون في البيوت وفي يعني أنت أحيانا قد تحتاج إلى أعمال تحتاج تنظيم تحتاج ترتيب توكلها إلى من إيه، وخاصة في البيوت يعني يستطيعنا القيام بها. الأخت تحب أن تخدم أخاها، تحب أن تقدم له شيئا، هذه بطبيعة. والأخت عموما تفخر بإخوانها وتحبهم ولهم عندها مكانة كبيرة جدا. ولذلك من الدين ومن العقل والحكمة أن يهتم المؤمن العاقل بأخواته. ما يمكن إذا أردت أن تقدم لأختك خدمة فاطلبها شيء، أشعرها بأنك تحتاج إليها، أشعرها بأنك تحتاج إليها. الأخت تسر ما تخدم أخوها، له مكانة عندها، تشعر بأنهم عبودها في الحياة، سند لها سند لها. نعم. وهذه إشارة. وقالت لأختي قصي فبصرت عن جنوب وهم لا يشعرون. طيب. وحرمنا نأخذ بعض التغييرات. طيب. كذا سريع اليوم ما شاء الله. الفخورة بدينها تقول الأمة الصالحة نعمة من الله عز وجل، فهي بعد توفيق الله سبب في صلاح الأبناء. طمأنينة القلب تقول توجيه الأمهات وتعليمهن يعين على تربية جيل صالح، وأوحينا إلى أم موسى. لكن تعليمهم إيش؟ هذا السؤال. هذا هو السؤال. إيش تعليمهم؟ دورهن الحقيقي. أحيانا التعلم تتعلم أشياء كثيرة لكن لا تتعلم هذه القضايا المتعلقة بوظيفتها الأساسية. جميل. هنا مثلا القرآن تقول في الآيتين وقالت لأختي قصيه وأيضا فقالت هل أدلكم على أهل بيت. من المهم مشاركة الأبناء بعض المهام حسب قدراتهم لتعويدهم على تحمل المسؤولية. جميل. الأم وثقت في بنتها أن تقوم بهذه المهمة، وهي ترى مهمة فيها شيء من الخطورة، أنه لو عرف فرعون ومن معه أن هذا ابن تربية. هذه تربية. أنت تعد أبنائك وبناتك لحياة مستقبلية. نعم. فأرمي بهم في الحياة في الميدان، كلفهم. أحيانا الدلال الزائد، بعض الآباء عندهم من الحرص والأمهات على أبنائهم لا يكلفونهم شيء، هو يتولى كل شيء، هم يقتلون أبنائهم. نعم. من جهة. وأيضا أنت يعني تتحمل مسؤولية كان بإمكانك أن تخفف عن نفسك بتكليف الأبناء وتفويضهم بهذه الأشياء، لأن هذا إعداد لهم للحياة. جميل. نعم. وهذا مر معنا في قصة إبراهيم مع إسماعيل. نعم.
جميل. هنا طمأنينة القلب أيضا تقول تعزيز جانب المستقبل وما سيكون على الطفل عندما يكبر منذ الصغر كما ذكرناه، وجاعله من المرسلين. نعم، على كل حال يمكن الوقت بدأ يدركنا، لعلنا نختم فقط بالآية الأخيرة. نعم، وحرمنا عليك المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهم له ناصحون، نعم، لاحظ هذا الوصف أنه تمام النصح وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني هنا ما زال تقدير الله جل وعلا في تسيير هذا الأمر عجيب. الله جل وعلا حرم عليه كل المراضع، لماذا؟ حتى يرجعه إلى أمه لأنه وعدها لأن يعود إليها. نعم. ولذلك هنا أيضا فائدة يا شيخ نتعلمها، أن الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس أحيانا يكون عنده هدف ويقول كيف أوصل له، إيش ممكن يصير، الوضع الحالي نظام البلد لا يسمح لي أن أصل لهذا الهدف مثلا. الله قادر أن يغير الأنظمة حتى يوصلك الهدف إذا كان الله سبحانه وتعالى أراده لك. الله، فإن الله قادر أن يغير كل شيء حتى يوصلك إلى هذا. هو الإيمان بقوة الله وقدرته المطلقة على كل شيء. الله جميل. ثم الآية الأخيرة لأجل الوقت، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله، آية مليئة بالإيمان. الله، سبحان الله. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، يعني قرر العين هنا، قرت عين الأم راحتها اطمئنانها في عودة ابنها إليها، في قربه منها. فالابن لما يذهب ويبتعد يظن أن الأمر يعني عادي وأن المسألة هينة، بينما الأم دائما قلبها متعلق بالابن، فحاول أن تعود إلى الأم، أن ترجع إليها بين الفينة والأخرى، أن تقترب منها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، خاصة الذي يبتعد، بعضهم في الغربة، بعضهم يبتعد سنوات طويلة وينسى هذه المشاعر، يقول الحياة ومشاكلها وظروفها. يا أخي مشاكل الحياة، حاول قدر الاستطاعة أن تجتهد في أن يكون لهذه الأم يعني دور تفكير في حياتك، وتذكر أن قربك منها، رجوعك إليها سبب لي يعني إدخال السعادة عليها، ومن أعظم أنواع البر بها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن تبقى قضية الارتباط بالله عز وجل، وأن القوة المطلقة لله، القدرة المطلقة لله، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولعلنا أيها الإخوة والأخوات في ختام هذه المدارسة مع آيات كريمات من سورة القصص نذكر بقضية في غاية الأهمية، وخاصة في بداية الإصلاح أن نركز على النساء، فإن لهن دورا كبيرا جدا في الإصلاح. لا بد أن يكون لنا في مشاريعنا الإصلاحية من المشاريع والبرامج للنساء ما يرتقي بهن ويجعلهن يشعرن ويعرفن واجبهن في هذا المجال، مجال الإصلاح. فإن للأم والزوجة والبنت والأخت دورا عظيما في الإصلاح، متى ما أحسن توظيفها وتفعيلها فإننا سنختصر الطريق ونوفر جهودا كبيرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وقصة موسى حافلة، وستأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة نماذج كثيرة من جوانب العبرة والعظة في هذه القصة. ختاما نشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذا اللقاء، ونشكر الإخوة والأخوات الذين تفاعلوا معنا وتابعونا. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجر مدارسة القرآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.